جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا ريشي نيرو في جامع بوش نشيد النور دوما الإرهاب يا محمد العقاب وزير اتصال تاع العصابه اللي طردوه واحد الصباح وراح للرئاسه كان زعما في المستشار حوسو نحرو الباج وقالوا روح تروح يخرج خرجه اعلاميه يعني واحد يكون وجهه مطلص مقزر سمعت غاسلو بالشعر في كاش زيكو غاسلو في كاش زيكو في كاش قادوس باش يقول الكلام اللي راح نسمعوه الان. اسمع الحجه الثالثه اللي ماذا بيا هو ابراز مجهودات الدوله في كل المجالات. راهي الدوله تبذل مجهودات جباره يا ناس، مجهودات جباره. انا تهمني العهده تاع رئيس تبون صراحه، ماضي ماضي انا تهمني العهده. الرئيس راه يبذل مجهودات جبار. تهموا العهده تاع الرخيص، احنا ما تهمناش، احنا ماذا بينا يروح في اكثر من اجال. انت بيان سور تاع الشيات ديالو، خاف غدوه يروح تروح في الخبيزه، ما بقات لا وزاره ولا يحزن. هذه الاولى. قل لي الرئيس بذل مجهودات، اذكرنا اذكرنا المجهودات، اسمعوا واش راح يذكر. مجهودات برا، مجهودات خارقة للعادة. خلاص كاع من مسؤوليتكم، من همنا احنا كإعلاميين وصلوها للمواطنين وندافعوا عليها ونحارب هذيك الدعاية، الدعاية المضادة، الدعاية المغرضة، الإشاعات لازم نحاربها. الور يلزم يوصلوا المواطن، المواطن راهو يعيش فيها، يوصلوا قلوب اللي راهو الرئيس يبدا في مجهودات ونحاربوا الدعايه المغرضه والدعايه الاخرى. انتوما اللي ديروا في الدعايه المغرضه وتكذبوا الحكايه. انا كيقول لك اعطيني واش انجز الرئيس ديالك، اعطيني واش دار هاد المجهودات، سميها لي سميها لي نقطه نشطه سميها لي. انا درك نرد لك من بعد نكملوا نسمعوا ورد. الرئيس يبكي كما في مجلس الوزراء على المواطنين وعلى الطبقه الوسطى، يبكي عليهم. ايوه هذه هي انجازات تبون يبكي. الجزائر والجزائريين ما همش محتاجين الراجل يبكي، محتاجين الراجل يضرب الدبزه فوق الطابله، هايطا بي بوان سور لا تابل وينجز. اما البكاء لار دو كروكوديل يعني رقصوا، لانه هادي شوف واش هادي كاني بون سي نورمال يبكي باسكو هادي يمرق على يدي ورجلي نورمال يبكي. هذا يبكي وش يبكي على الرجال؟ قالوا يبكي على رجال الطبقة المتوسطة. وي اسكو بكاء الناس اللي راهو يظلم فيهم ولادهم في الحباس، ما دار والو، ولادهم في الحباس اللي راهم يتعذبوا في دهاليز المخابرات يبكي عليهم؟ اللي راهم ما همش لاقيين لقمة الخبز يبكي عليهم؟ ودرك نوروهم لك بالصوره وما يتكلموا. اي نعم نوريهم لك بالصوره وما يتكلموا، لانك انت يا محمد العقاب انت حرامي ولد حرام، وتجي تكذب على الشعب وتحب تدعي انه الرخيص ديالكم، لانك انت رخيص كيفو، راهو يبذل مجهودات. قول لنا واش دار. زيدوا كملوا لنا من بعد نقول لكم ديرهم هم قضيه الطبقه الوسطى. من بعد احنا ساكتين ويجي واحد يخسر على جوج كلمات هكذا يقول لك ما كان والو. اش ما كان والو؟ قالوا احنا ضمنوا نجي واحد يخسر ما كان والو. اعطينا واش كاين. انا نقول لك ما كان والو بالدليل. دوك نورو لك الناس يقولوا لك بالدليل. الرواتب برك راكم شفتوا زادت 47%.
الرواتب زادوا 47%. ايه صح 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 هيا نقولوا الطبيب قرا 11 سنه ويروح يخدم في اقصى الجنوب، باسكو في الجزائر دي غير 7 ملايين 8 ملايين، يروح في اقصى الجنوب يدي 12 مليون. 12 مليون شحال تجيب له قيمه تاعها؟ واش هي قيمتها في السوق الدوليه؟ واش هي قيمتها؟ 12 مليون قيمتها في السوق الدوليه العمله الصعبه مع درك 24 مليون يجيبوا لك 1000 يورو، 12 مليون يجيبوا لك 500 يورو. هذه هي شهريه الطبيب، ويلقى لك طلعت ب 74% الاجور طلعت ب 74%. هوية انتم تاكلوا باطل، انتم تسرقوا، انتم تنهبوا، انتم تديوا تشيبا، ما تحسوهاش هذيك الشهريه. ما تعرفوهاش. او علاش تقول انت او طلع سبب واش دير بها؟ يعني نقول لك اللي يدي 12 مليون صافي في 500 يورو، هذاك الطبيب اللي يدي 12 مليون 500 عنده 500 يورو لما يسافر للخارج مع يتلاقى مع طبيب مغربي اي العدو ديالو ماهوش عدو جزائري وعدوكم نتوما ولا هذاك الطبيب المغربي راهو يدي 8000 درهم اي ديبيوتون وناس يشكي يقول لك قليل وكذا 8000 درهم هذيك راهي شحال 800 يورو 100 يورو يعني قريب الدوبل تاع الجزائري اللي يخدم في الصحراء في اقصى الجنوب لانه لو يخدم شمال يدي 7 ملايين ما تجيهش 300 يورو كيفاش؟ خلينا تعقل كي تجي تروح الخارج كاش تخرج الدراهم تكلم على زيادة تاع الأجور زيادة السكنات ما توقفتش ومليون سكن مسجل جديد السكنات ما تحشموش السكنات تبنوا فيهم باش تبيعوهم انتوما كل وزير يدي 4-5 سكنات يبيعهم ويبدل الدراهم يروح يشري في الخارج كلكم ناس ساكنين في القرابة ناس ساكنين في القرابة نورو في التصاور ودرك نورو لك الرد تاع الشعب زين توظيف عمر هسرات توظيف عمر هسرات وبي عمر هسرات سيبري توظيف لأنه تم طرد عدد يعني عمرنا ما عرفناه في الربع السنين هذه غلط المؤسسات الاقتصادية اللي كانوا تاع علي حداد وتحكوت ومعزوز وليكونيناف وروح روح روح نقولهم الوزن تاعهم الشعب والعمال راهم برا للآن للآن هذا هو التوظيف وظف واحد أرضوك أنا قبل ما أخلي الكلمة للشعب يرد عليك السي العقاب أنا راح نقارنك مع العدو ديالكم باش نوري لك واش معناها واحد اللي ينجز المغرب اليوم عندهم 10 مشاريع عملاقة اللي الجزائر ما عندهاش ربع ديالها الجزائر البترولية ما عندهاش مشروع واحد من 10 مشاريع تاع المغرب أولا المغرب هاد المشاريع يدير فيهم علاش؟ لأنه بعد 6 سنين راح يحتضن كأس العالم لكرة القدم راك الجزائر ما قدرش تحتضن كأس أفريقيا ما قدرش تحتضن النهائيات كأس أفريقيا بيسكو نهاية كأس أفريقيا تاع 2025 تحتضنها المغرب في 2030 تحتضن كأس العالم مع شكون مع جوج دول أوروبية إسبانيا والبرتغال هل الجزائر تقدر تحتضن كأس العالم
لا إيطاليا وفرنسا ولا معكاش الدولة الأوروبية، ولا دولة أوروبية تقبل تحتضن منافسات رياضية مع الجزائر. دابا الجزائر ما عندهاش إمكانية. دونك نجيو للمشاريع. أول مشروع هو الربط ما بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية، بين إسبانيا و المغرب، بنفق بحث. أول مشروع، قل العصابة ديالك سي العقاب، راه ما عندك مشروع من هذا النوع. المشروع الثاني، دراسات تمت، المقادير تمت، كل شيء تم، كل شيء تم. توسيع شبكة القطار فائق السرعة تي جي في اللي راهو يدير من طنجة إلى دار الربيبة مرورا بالرباط، تي جي في. الجزائر ما كانش، الجزائر ما عندهاش تي جي في، هما نوصل ما عندهم، ولكن راح يزيدوا هذا تيجي راح يروح حتى لأكادير، مراكش أكادير، وتمت الدراسة والبيجي تم، من البيجي هو 10 ملاير، 100 مليار درهم، 10 ملاير أورو، حنا 10 ملاير أورو نروح نشرو بها القصدير من عند الروس، باش زعما نديرو استعراض تاع عضلات اللي راح لزنجر ياكلها الصبيط. هاي ديك الناس واش دير الدراهم، ناس دير تي جي في ب 10 ملايين دولار، وحنا نروح نشريو القصدير من عند الروس زعما السلاح. المشروع الثالث يديروا فيه في المرحلة مشاريع كبرى، هاي مشاريع كبرى، 7 ملاعب عصرية تبنى واو أخرى يزيدوا باش يعني يكبروها، كما ملعب طنجة يزيدوا يكبروه من اللي يتسع 65,000 متفرج راح يولي 80,000 متفرج ولا 85,000 متفرج. ملاعب المغرب باش تعود ضاهي ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد والكامب نو في برشلونة. نعم يا سي الناس هاي كاش تخدم، ها الناس يتكلموا يقول لك وي رانا ننجزوا رانا نديروا هاي ليك. انت غير الميناء تاع طنجة علاش ما عندناش؟ هاكي قارنك مع العدو راك تشوف تندم، واش تسيب ترد يعني المخزن انتم راكم من الاخر خنتوا البلاد. وي شكون خان البلاد؟ اللي عراها وما بناهاش وسلبها وسرق لها دراما اللي من المفروض. اللي الانجازات تاع المغرب راه عندنا 10، راه عندنا 10 منهم نظرا للامكانيات اللي عندنا، عندنا 10. قال له الرئيس راهو انجزنا درنا، اعطيني انا نسمي لك عند عدوك واش راهو داير. 7 مطارات، مطارات جديده، مطارات يوسع فيها، لانه باش يحتضن كاس العالم لازم له كل هذا الشيء هذايا. تروح لمراكش كيما راهي، هكذا كيما راهي راح يزيدوا انقور يطوروا، راح يزيدوا لانه لازم لهم البنيه التحتيه تكون في مستوى اوروبا. البنيه التحتيه لازم تكون في مستوى اوروبا. اليوم روح تحكم لوتوروت من الرباط حتى لاكادير ولا من وجده لاكادير، كل شيء تقول راك في لوروب، تقول راك في لوروب
بياج وكذا منا ولي ستاسيون رولي ولي ستاسيون تاع سيرفيس. وراك في اوروبا يا سيدي، وراك في اوروبا. عليك تجي تقول تاع هاي مشاريع ثم مجلس الوزراء يجتمع، يجتمع لي على عدس اللوبيا، يجتمع مجلس الوزراء على عدس اللوبيا، ولكن يجتمع قالك اسداء تعليمات، قال ايا ازربوا في الرقمنه، يلزم نزيدوا في الوتيره، يلزم نديروا كلام فارغ. يا وزير الطاقه هني عمال سوناتراك سونيرغاز، هذا مجلس الوزراء. قل لي واش درت واش انجزت؟ واش انجزت؟ والله يا الرئيس راهو يتعب، راهو دار الاخر نعرف تب وتهمني، راهو تب وتهمك انت، الشعب الجزائري، الشعب الجزائري ما دام هيرو، لانه هذا تب مزور وجابوه العسكر. هذا ردي على الشيات وزير الاتصال محمد العقاب. دوك نعطيو رد الشعب عليه بعد الشيات.